منشور وهمي في الفيسبوك يخدع مواطنا عراقيا ويوقعه في فخ عصابة مسلحة في ميسان. فما هي القصة؟ المواطن وأثناء تصفحه السوشيال ميديا جذبه منشور في إحدى البيجات العراقية يعرض سيارة للبيع لقاء مبلغ زهيد جدا. هذا المواطن أعجبته السيارة وأغراه سعرها البالغ 20,000 دولار، وعلى الفور تواصل مع صاحب المنشور واتفق على موقع للقاء من أجل شراء العربة وتسليم المال. الضحية وهو من أهالي الأنبار توجه برفقة 2 من رفاقه إلى ميسان، ولحظة وصولهم وإذا بمجموعة مسلحة تحيطهم من كل جانب ومن كل مكان. نفذوا عملية الاختطاف والسرقة وكذلك الابتزاز بحقهم. كيف؟ القصة نتعرف عليها معا على لسان المختطف. سيدي اكو سيارة معروضة على الفيس، فاجينا نشتريها انا واصحابي، احنا 3. فمن اجينا لمحافظة ميسان توجهنا على ظلينا وياهم على اتصال، نمشي مسافة نزلنا الطريق ترابي، فطلعوا لنا 8 اشخاص اخذونا توجهوا بينا الطريق صحراوي لمسافة ساعة تقريبا بالسيارة، نزلونا بمكان اللي هو مقر لهم. فنزلونا أخذوا المبلغ المال دفترا اللي هو سعر السيارة، فمن أخذوا ذن الفلوس طلبوا علي، ظليت أنا رهين عنهم، طلعوا طلبوا علي 8 شدات، فظليت رهين عندهم. دزوا أصحابي قالوا لهم تروحون تأمنون لنا 8 شدات ونهد لكم صاحبكم. أصحابه من طلعوا من يمي قبل توجههم على مديرة الأمن الوطني مال ميسان. أخواننا الأمن الوطني قاموا رأسا بتوجهاتهم علي، حرروني ليلا، وأنا أشكرهم ومن قبل محافظتي محافظة الأنبار أشكر مديرة أمن وطن ميسان حرروني. بعد سرقة 8 السيارة العصابة اختطفت المواطن الأنباري ثم طالبت رفاقه الذين كانوا بصحبته لتأمين بقية المبلغ من ذويه على أن يبقى زميلهم رهينة لديهم لحين استكمال الفدية ومقداره 1,000 دولار. خطوة ذكية من رفاقه 80,000 دولار عفوا، خطوة ذكية من رفاقه الذين لم يرضخوا للابتزاز، ابتزاز العصابة والتي ثبت تورطها بعمليات خطف أخرى، فأخبروا الأمن الوطني وجرى تحرير المختطف مع اعتقال 2 فقط من عناصر العصابة. حادثة لاقت الكثير من ردود الأفعال والتعليقات اخترناها لكم. نبدأ مع مداخلة قاسم. يقول قاسم في تعليقه: ما تقول لي وين كان عقلك؟ شلون تثق بمنشور وهمي على الفيسبوك؟ واضح من السعر المغري، مستحيل أكو سيارة بهيجي سعر. الحمد لله على السلامة، لولا رعاية الله وثم تدخل قوة الأمن إلا كان المسكين بخبر كان، واحتمال كبير يقتلوه العصابة لأن همهم الوحيد الفلوس. تعليق من علياء غانم تقول: الحمد لله على سلامتك أبو أحمد، والأمن الوطني ما قصر، بس أنتوا مسكتوا 2 باقي 6، هذول شو وقت تلقون القبض عليهم؟ هذا من الأنبار وقع بها، فكيف ابن ميسان ابن المنطقة؟ طبعا لقمة سهلة بين يديهم، على الأمن التحرك بسرعة للقبض على باقي العصابة، ترى الوضع يخوف. تعليق من حسين الخفاجي: شي حلو من تشوف سرعة وصول الأجهزة الأمنية للمخطوف والقبض على الجناة بوقت قصير وقياسي، بوركت جهودكم يا حماة العراق وكفوا منكم يا أبطال.